بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في محاضرة اليوم إن شاء الله في تشابتر 5، بيتحدث معنا عن الجيمز اللي هي الألعاب اللي ممكن نبرمجها باستخدام خوارزميات الـ Artificial Intelligence. طبعا جدير بالذكر إنه الجيمز هي عبارة عن يعني نوع مخصص من البحث، يعني بالنهاية إحنا كلاعبين بنبحث عن أفضل خطوة ممكن نعملها بهدف الفوز. هذا بشكل عام يعني المفهوم العام للجيمز وليش إحنا حطيناها في تشابتر السيرتش. طبعا الجيمز المشهورين يعني اللي ممكن يتبرمجوا بواسطة خوارزمية الذكاء الصناعي، إحنا كنا عارفين إنه طبعا التشيس، الشطرنج، يعني اساسا في بطوله عالميه للشطرنج اللي هو بين البشر وبين الماشين، تمام. وطبعا اللعبه الشهيره اللي احنا هنطبق عليها برضو اللي هي التيك تاك تو او الاكس او جيم بسموها، وعندي العاب كتير طبعا لها علاقه ب اي يعني اي العاب لها علاقه بخطوات، يعني احنا بدنا نفكر ايش بدنا نختار في الخطوه القادمه. طيب بالنسبة للجيمز، الجيمز بيختلفوا عن السيرتش. أول حاجة السيرتش one player، يعني شخص واحد هو اللي بيبحث عن حل معين، بينما الجيمز لا، بيكون في عندي multi players، يعني أقل شيء بيكون عندي two players عشان تتحول لجيم، أو عشان إحنا نحكي إنه إحنا بنبحث عن الخطوة القادمة عشان أنا أفوز والخصم يخسر، هذا هو الهدف من الجيمز. فبالتالي هي two players deterministic، يعني محددة، بنلاقي انه الحالات محددة، معروف انه احنا لو عملنا الخطوة كذا الخطوة اللي بعديها ممكن تكون كذا وكذا، حتى لو كان في خيارات متعددة لكن محددة. ارجعوا للتشابتر الانتليجنت ايجنتس اللي حكينا فيها عن انواع الايجنتس وانواع الانفايرمنتس، تكلمنا فيها عن الفرق بين لما يكون الانفايرمنت deterministic ونون deterministic. كمان شغله في الجيمز مهمه انه في عندي تيرنز. تيرنز يعني ادوار، بمعنى انه في دور للاعب الاول ودور للاعب الثاني، مش دائما اللي معاه الكنترول شخص واحد، لا بيكون عندي اكثر من انتليجنت ايجنت او اكثر من بلاير هو اللي بيكون ماسك الدور او بيتحكم بالدور حسب التيرن تبعه. طبعا هذه نقطه كثير مهمه لانه مش دائما نفس الايجنت يعني بده يعمل كل الشغل، حيكون الموضوع أسهل. الموضوع هنا لا، أنا بتوقع أو بتخيل إيش ممكن الايجنت الثاني تكون الخطوة أو الموف تبعته، بناء عليها أنا بدي أبني. أوكي، طبعا الجيم زيها زي السيرتش يفترض أنه تتحول لتري عشان نعرف نبحث فيها. دائما إحنا حكينا البحث، إذا أنا بدي ألاقي سوليوشن، يعني بدي ألاقي مسار معين بالنسبة للجيم، بدي مسار يفوزني، فلازم تتحول اللي هي الجيم الى تري عشان نعرف نبرمجها باحدى خوارزميات الخاصه بالجيمز. طبعا في خوارزميات خاصه بالجيمز اكيد حتكون غير عن السيرتش الجوريثمز. مثلا عندنا الاكس او جيم، هنا معطينا اياها كمثال. بدايه الروت تبع التري بيكون فاضي، اللي هي البورد تبعت اللعب فاضيه ما فيها ولا شيء. اكيد كلكم بتعرف تلعبوا اكس او فحتفهموا الكلام اللي احنا بنحكيه الان. طيب الان الليفل الثاني، شوفوا الان حننزل للليفل الثاني اللي هم التشيلدرن الخاصين بالروت. شو هي الاحتمالات اللي ممكن انها تمر عليا؟ طبعا احنا بالاول اللي بيلعب اللي هو الاكس بلاير، الاكس ممكن يحط الاكس تبعته هنا او هنا او هنا او هنا او هنا. طبعا كم مكان عندي؟ 9 اماكن، اذا عندي هنا 9 احتمالات اللي هي بالأماكن اللي ممكن الإكس يحط فيها الإكس تبعته. أوكي، طيب بالنسبة لبعد هيك، الآن بعد هيك بدنا ننتبه إنه الليفل اللي بعده بصير دور مين؟ دور الأو بلاير. الأو بلاير بناء على كل حالة من هاي الحالات بده يلعب. يعني الآن الحالة الأولى هذه حنمسكها لحالها وتصير هي البيرنت ونعملها تشيلدرن. كم تشايلد حيكون عندها هنا؟ حيكونوا 8، لأنه عنده كم مكان الـ O الآن؟ 8 أماكن فقط هو اللي ممكن يحط فيها الـ O تبعته، فحيحطها يا إما هنا يا إما هنا يا إما هنا. ملاحظين إنه هنا الـ X ثابتة لأنه إحنا ماخدينها من الـ Parent تبعها.
نفس الكلام بينطبق على باقي الحالات هدول برضو، كل واحدة فيهم حيكون إلها مجموعة من التشيلدرن اللي هم 8 تشيلدرن تحديدا، وكل واحدة بيكون فيها موقع الأو مختلف. بنفس المنطق حناخد الليفل اللي بعده اللي هو دور الاكس. الاكس الآن حنثبت الاكس هذه والاو هذه في الأماكن اللي هنا، واعتبر هذه هي البيرنت، ونشوف مين هما التشيلدرن تبعونها. طبعا حيضل عندي كم تشايلد؟ 7، لأنه 7 أماكن فقط هي اللي ضايلة. فإذا الإكس في هاي الحالة حيحط الإكس تبعته في أحد الأماكن الـ7 هنا، فحيطلع معاه هنا 7 تشيلدرن لكل واحدة من هدول 7 7 7. أوكي. طبعا برضو الثانية هذه اللي هي الحالة الثانية اللي طلعنا منها 8 حالات، برضو كل حالة حيطلع منهم 7، بعدين 6 5 4، وهكذا لحد في الآخر ما نصل لحاجة اسمها الليف ستيت أو التيرمينال ستيت. الليف يا جماعة اللي هي آخر نود أو آخر ورقة في الشجرة. الليف نودز هدول طبعا في عندي حالات هنا، كل واحدة منهم حتكون مش حتخرج عن 3 حالات، اللي هي يا إما الإكس هو اللي فاز، أو الأو هو اللي فاز، أو صار تعادل بيناتهم. هذا الكلام أنتم عارفينه تمام. يعني هنا احنا جيم از اوفر، خلصنا. متى بيكون الاو؟ طب بمسكهم حالة حالة. متى بيكون الاو فايز؟ اذا كان طبعا عامل خط عمودي او افقي او بالورب، فانا بعطيه هنا، لاحظين معطينه هنا ماينس 1. الاكس هنا لو هو اللي فايز معطيه بلس 1، اذا كان في تعادل معطيها 0. اوكي، هذه مهمة جدا، هذه بنسميها يوتيليتي فانكشن. اليوتيليتي فانكشن بتشبه الهيورستيك فانكشن يا جماعة اللي احنا اخذناها في السيرتش algorithms. هناك كنا نقدر الكوست على المسارات وبناء عليها احنا نمشي. هنا لا، انا في عندي يوتيليتي فانكشن اللي هي بتعتمد على طبيعة الجيم نفسها. يعني انت شايفين هنا في الجيم تبعتنا هان عندنا 3 حالات ممكن تصير، يا هذا بيفوز يا هذا بيفوز، يا بصير اصلا بنسميها تاي او تعادل ما بينهم. فاقترحوا هنا انه لا، طب انا ما دام الاكس هو اللي فايز انا بخليها قيمتها بلس 1، اذا الاو اللي فايز بخلي قيمتها ماينس 1، اذا التعادل بخليها 0 0. اوكي، ايش بستفيد منها هذه القيم اللي انا حطيتها؟ هذه القيم اللي انا حطيتها بستفيد منها في خلال من خلال البحث بعد هيك عن افضل سوليوشن. يعني هذه التري بنبنيها بالاول وبنغذيها للبرنامج او للالجوريثم تبعت الجيم الجوريثم، وبعدين بنشغل البرنامج. تمام. الان اذا انا بلعب ضد آلة او ضد كمبيوتر، انا بعمل الموف تبعتي. الان الكمبيوتر على اي اساس حيختار الموف تبعته؟ حيبدأ يدور في هذه المسارات وين المسار اللي ممكن يوصله، إذا كان هو الأو بلاير مثلا، وين المسار ممكن يوصله لحالة زي هيك. تمام. فبصير هو إيش بيعمل فعليا؟ بيبحث عن أفضل مسار بيوصله لهذه الحالة. أكيد طبعا في حالات تانية للأو بيفوز فيها برضو بصير يبحث عنها، طبعا بناء على لعبة مين؟ لعبة الإكس. الإكس كيف بيلعب؟ أنا برد عليه بالمسار اللي ممكن يوصلني إنه أنا اللي أفوز. تمام. أنا الآن بفكر ككمبيوتر كآلة، فهو بيستخدم الألجوريثم أو التري هذه اللي هو أصلا تغذى فيها من الأول، وعارف إنه وين الحالات اللي بتفوزه. أوكي يا جماعة، هاي بشكل عام. يعني هنا تقريبا شرحنا كل الأساسيات كيف أي جيم في العالم إحنا ممكن نبرمجه باستخدام الـ AI algorithms طبعا الخاصة بالجيمز. الموضوع في الأول بيكون شوية بده تحليل، وبده زي ما انتم شايفين بناء تري ونحط utility function إلى آخره. بعد هيك بنبدأ تبدأ الأمور تسهل معانا في البرمجة. هنا بحكي لنا انه زي ما قلنا two person، عندي شخصين بيكون عندهم perfect information. يعني عشان تشتغل صح الالجوريثم تبعتك لازم يكون عندك perfect information، معلومات وافية وكاملة عن اللعبة الموجودة عندك، ولازم تكون deterministic زي ما حكينا، عشان فعلا لما نعمل احنا البحث على المسار يكون بحثنا صح، او الحل اللي بنلاقيه يكون صحيح 100%. يعني ما فيش اشي غامض ممكن يعطيني مسار خاطئ.
مدام كل إشي محدد من البداية ومعروفة عندي المعلومات بشكل تام والقوانين الكل متبعها ومتقيد فيها، فأكيد حيكون الموضوع أسهل وأدق. هنا معطينا كم نقطة عن الجيمز. Two players take turns making moves، يعني زي ما حكينا عندي two players بتبادل الأدوار عشان يعملوا الموفز تبعتهم. البورد اللي هي لوحة الألعاب اللعب في البداية، الستيت الأساسية بتكون fully known، معروفة بشكل كامل وdeterministic. طبعا واحد من اللاعبين هو اللي حيفوز بأنه يخسر الثاني أو ممكن يوصلوا لتعادل. طبعا لازم يكون، يعني انا افكر باستراتيجيه زي ما احنا البشر بنفكر، يعني لما نيجي نلعب الاكس او جيم مثلا بتفكر شويه انه لو حطيت الاكس هنا ايش الاحتمالات، الاو وين ممكن يحط اللي هي الاو تبعته، وبحاول احاصره على اساس انه وين ما يحط الاو في الاخر انا اللي افوز. فهذه استراتيجيه للفوز لازم احنا برضو نكون مغذين فيها التري تبعتنا، بحيث انه في النهايه يعني الشخص اللي أنا بدي إياه يفوز يفوز. طبعا هذا بافتراض إنه الشخص اللي قبالك أو الخصم بيلعب as well as possible، يعني بشكل جيد جدا. Computer games بحكي لنا إنه the playing games can be seen as a search problem، زي ما حكينا بداية المحاضرة أنا ممكن أنظر لأي game تمام على إنها search problem أو عملية بحث. المالتي بلاير جيمز از مالتي ايجنت انفايرمنت، هذه اخذناها في تشابتر الانتليجنت ايجنتس اللي هي بيكون عندي اكثر من ايجنت. الايجنتس جولز، هدف الايجنت في هاي الحاله ان كونفليكت. ايش يعني ان كونفليكت؟ يعني في عندي تضاد او تصادم في المصالح، يعني انا مصلحتي ضد مصلحه الايجنت الثاني، اكيد انا بدي افوز وبدي اخسره، هو بدي يفوز وبدي يخسرني. Most deterministic، يعني في معظم الأحيان لازم تكون computer games هذه deterministic و fully observable، يعني بشكل كامل بنقدر نلاحظ أي متغيرات موجودة فيها. لكن هذا لا يمنع أنه في بعض الجيمز بنلاقيها يعني مش عملية بحث بحتة، لا يمكن تغلبني لو أنا حاولت أحولها ل search problem عادية ل tree زي ما شفنا قبل شوية، زي مثلا التشيس لعبة الشطرنج. احنا عارفين انها في الها برامج والها شغل كتير طبعا ومعمول فيها حاليا، ولكن بدنا نفهم انه التشيس مش زيها زي الاكس او. ليش؟ لانه انتو عارفين التشيس فيها احجار كتير وفيها موفز كتير، يعني الموفز اللي ممكن يتحركها اي بلاير يعني عددها كبير جدا. بحكي لنا ممكن في بداية اللعبة تكون عندي 35 موف محتملة في بداية اللعبة، تخيلوا 35، احنا في الاكس او قبل شوية حطينا 9 وشفتوا التري كيف بتكبر، كيف لو كان 35 في البداية، هذا في البداية بس. طيب في كل 35 حنلاقي انه بعد ال 35 كل واحدة فيهم ممكن تطلع لي 50 موف، تمام؟ فعلى هيك ممكن احنا تكبر معانا السيرتش تري، تصير معايا 35 أسمية لأنه عندي لاعبين كل واحد 50 موف، وتخيلوا عاد الرقم هذا لوين ممكن يوصلني، سواء انه ياخد سبيس كبيرة جدا او لو عملت عملية بحث كبيرة، عملية بحث عادية ممكن تاخد مني وقت يعني مش طبيعي في البحث. لذلك هذه في مثل هاي الحالة الجيم هذه لا تعتبر عملية سيرش عادية، طبعا إلها تكنيكس وألغوريثمز تانية ممكن نمر عليها إن شاء الله لقدام. الفايندينج أوبتيمال موف اللي هو إيجاد أفضل خطوة ممكن أنا ألعبها، choosing a good move with limit with time limit، يعني لازم إحنا في كل مرة ببساطة نختار موف تكون good تعطيني نتيجة جيدة، لكن برضو إذا كنا محكومين بوقت، وهذا طبعا التريك الموجودة في الجيمز بشكل عام إنه بيكون في وقت، في كلوك، في تايمر موجود جنب اللاعب بحيث إنه ما ياخدش راحته يعني في التفكير، لا بده يكون محكوم بوقت معين. هيورستيك ايفالويشن فانكشن طبعا لازم زيها زي أي عملية بحث، لازم يكون في هيورستيك فانكشن اللي هي بتقدر الكوست عشان تقدر تختار مين أفضل مسار ممكن اللي هو تتبعه بعد هيك.
هذه بنسميها زي ما حكينا utility function, utility of state. اليوتيليتي ببساطة احنا مش محتاجين نحط ارقام يعني تقديرية على كل edge او على كل خط من اول تري لاخرها زي ما كنا نعمل في اللي هي السيرش algorithms. لا انا هنا عارف انه في عندي مجموعة من الليف نودز اللي هي النودز اللي في الاخر هذه, في منها اشي انا بكون فايز فيه واشي بكون انا خسران فيه واشي بكون فيه تعادل مثلا. او في العاب تانية بيكونش يعني بشكل يعني قطعي واحد اللي فاز وواحد اللي خسر, لا بيكون مثلا في يعني واحد جمع كذا والتاني جمع مجموع كذا. اكيد في خسارة وربح, ولكن يعني قصدي انه في امور ممكن يكون اكتر من 2 بلايرز على فكرة, ممكن يكون 4 5 زي الالعاب الشدة مثلا. مش شرط نقول انه فلان فاز وفلان, لا في ترتيب معين مثلا في اللاعبين بعد هيك في النهاية في النتيجة. يعني القصد انا من اللي بحكيه انه في النهاية الفوز والخسارة مش شرط يكون بلس 1 وماينس 1, حسب طبيعة اللعبة وايش النتيجة بده يكون فيها بتحدد انت ايش اليوتيليتي فانكشن الخاصة فيك. أول ألغوريثم بدنا نحكي عنها اللي هي الميني ماكس. هذه عبارة عن ألغوريثم تختص بالجيمز. الميني ماكس ألغوريثم من اسمها من وماكس, يعني هي جامعة بين تو بلايرز, واحد فيهم بيهمه إنه يعمل مينيمايز والتاني بيهمه يعمل ماكسيمايز. مينيمايز لإيش وماكسيمايز لإيش حنشوف الآن. الميني ماكس هاد طبعا بتعمل يوتيليتي فانكشن اللي هي اهم حاجه في الموضوع. انا في النهايه عندي تري لكن بدي اعمل يوتيليتي فانكشن في على الليف نودز عشان اعرف مين اللي خسر ومين اللي فاز, عشان زي ما قلنا نعرف ايش المسار الافضل اللي نمشي فيه. العمليه هذه بتصير عن طريق انه احنا بنعمل ايفالويشن للجيم او للبورد اللوحه اللي بنلعب عليها, على اساس انه نحاول نحدد how strong the position of player one is, يعني على اساس انه نحدد من البدايه قديش وين المكان اللي بيكون فيه البوزيشن او البلاير 1 افضل ما يكون او اقوى مكان ممكن يكون فيه. طبعا هذه احنا عندنا خبره فيها لانه بنلعب كتير اللعبه هذه, فدائما اذا يعني بتلعبوا هاي اللعبه بتلاقوا انه اللي بحط الاكس في نص اللوحه بنلاقي انه يعني بصير عنده بيعلي احتمال ممكن يفوز لقدام. اوكي هاي طبعا يعني نقطه من النقاط اللي ممكن تنحط اثناء الكرييشن اليوتيليتي فانكشن. بلاير 1 الان ايش وظيفته؟ وظيفته او رغبته انه بده يعمل ماكسمايز لهذه اليوتيليتي فانكشن, بينما بلاير 2 العكس بده يعمل مينيمايز. يعني بلاير 1 بده يفوز بده يعمل ماكسمايز, لكن بلاير 2 بده يحاول يخسر بلاير 1, يعني مش بس بده يفوز بده يخسر البلاير الثاني. هو هيك طبعا كل الالعاب زي هيك بتكون. الميني ماكس تري طبعا زي ما شفنا في كل ليفل بنعمل احنا ليفل جديد بناء على الموفز اللي ممكن تطلع من واحدة من البيرنتس هدول. الليفلز alternate يعني بيتم تبادل الادوار بين الماكس والبلاير 1 وبين المين. يعني زي ما شفنا اللي هو الليفل هذا الاولاني, طبعا هذا الروت بيكون فاضي. الليفل الاولاني بيكون دور الاكس بلاير, بينما الليفل اللي وراه بيكون دور الاو بلاير, بعدين بيجي دور الاكس بلاير والاو بلاير وهكذا. هذا عندنا مثال يعني شكل التري كيف بدها تكون واحنا بنلعب بالميني ماكس تري, او احنا بنطبق عفوا الميني ماكس تري على واحدة من الجيمز. كيف بنعمل التري؟ بنعملها انه يكون الروت هذه ماكس, الليفل اللي بعده من, بعدين ماكس, بعدين من. اذا اول خطوه لازم نكتب على جنب التري هيك ماكس من ماكس من, واذا في كمان بنكمل ماكس من, تمام, حسب الافرع اللي احنا او العمق اللي احنا ماشيين فيه. ولكن بدي تلاحظوا ملاحظه مهمه انه ماكس تبدا عندنا من الروت, اوكي, لانه الماكس هو بيبدا يلعب, فبكون الـ يعني الـ الهدف تبعه انه ياخذ الماكسيمم من النقاط هدول, المين ياخذ المينيمم من اللي بعده وهكذا. اذا you are the max and your enemy الخصم تبعك هو المينيمم. You play with your enemy in this way. طبعا زي ما قلنا ممكن انت تلعب مع الانمي تبعك او مع الخصم تبعك بهاي الطريقه. انت بدك تحاول تعمل ماكسمايز للفانكشن وهو بده يحاول يعمل العكس المينيمايز.
طيب هنا بس قبل ما أفوت أنا في هذا اللي هي الموضوع هذا، خلينا نشوف مثال عشان بس تفهموا الفكرة، بعدين نرجع للكلام المكتوب. الآن فكرة الميني ماكس كتير بسيطة، أول ما تشوف التريب هالطريقة على طول على جنب بتبدأ زي ما حكينا نكتب ماكس من، ماكس من لحد ما تخلص معنا التري. بعد هيك احنا طبعا بيكون معطى عنا الأرقام الموجودة هذه، هذه هي اليوتيليتي فانكشن اللي هي زي ما حكينا القيم المعطاة لهذه النودز. يعني في عنا نودز بنلاقي مثلا بالموجب، نودز بالسالب، في نودز مثلا احنا هنا عنا ما فيش زيرو، تمام. النودز اللي بالموجب غالبا حيكون مين اللي فايز؟ الماكس. طبعا حتى فوز الماكس يا جماعة بيتفاوت، يعني انا لما بفوز انا كماكس لما او كبلاير معين لما بفوز بتفرق اذا انا فزت في خطوتين ثلاثة، يعني التايم كان كتير قليل وفزت بسرعة، ولا انا لا اخذت وقت وانا بحارب مع الخصم عشان في الاخر افوز. فبتلاقي انه القيمة اللي بتكون محطوطة هنا بتختلف من نود لنود، تمام. يعني حتى نسب الفوز درجات، يعني فوز بجدارة، فوز لا اقل شوية وهكذا، تمام. فهنا طبعا معطى عندنا قيم للليف نودز زي ما انتم شايفين، هيك بيكون معطى عندك. وفي عندي ليف نود زي ما انتم شايفين هنا، هذه ملهاش ابناء لانه هي قيمتها 100، غالبا 100 هنا معناها انه اللي فاز الماكس بلاير وفاز بسرعة، يعني اخذ اللي هي الفول مارك 100%. اوكي، الان بالنسبة لطريقة تطبيق الميني ماكس الجوريثم كيف هنا بتطبق؟ اول حاجة بنيجي نبدأ من وين؟ من الليف نودز، اوكي، لانه هي القيم موجوده عندي. انا عندي هنا ما فيش قيم، طب من وين حجيب القيم؟ هان القيم هنا حتيجي من الليف نودز الموجودين في اخر التري، بمعنى حسب القيم الموجوده هنا انا بروح بختار القيمه اللي لازم نختارها هم، تمام. يعني لاحظوا كويس، الآن أنا عندي هنا القيم مثلا ثلاث نودز هنا 23 28 21، أوكي. الآن البيرنت تبعهم إيش محتاج؟ محتاج ماكسيموم، حسب ما إحنا كاتبين هنا محتاج ماكسيموم. فبالتالي بروح باخد أعلى قيمة في الثلاثة هدول، هي اللي بروح بمررها لمين؟ للبيرنت، أوكي. فإذا إيش الماكس من هنا؟ 28، باخذ 28 هنا، إذا النود اللي أنا هختارها الآن هي هذه النود، أوكي؟ طيب من نفس الطريقة برضو النود اللي جنبها، البيرنت اللي جنبها، طبعاً هذه ما فيش خيارات فهتاخد على طول الماينس 3. بكمل على باقي الليفل، الليفل نفسه، أنا هنا في الليفل نفسه اللي بده ماكس عشان ما نلخبطش حالنا ونطلعش فوق وناخد المن. إحنا ممكن نطلع فوق وناخد المن على فكرة، ولكن عشان ما نلخبطش حالنا وما ننساش ولا نود من هنا فالافضل انه احنا نمشي بالترتيب. الان عندي هنا بنفس الطريقه، هاي النود ملهاش غير تشايلد واحد فباخذ ال 12، هاي النود الها 2 اللي هو 74، اذا حاخذ الماكس بناء على المكتوب هان، حاخذ الماكس اللي هي 70. اللي هنا في عندها اربع خيارات اللي هي ماينس 5 ماينس 70 ماينس 12 وماينس 4، وديروا بالكم انه بالماينس الماكسيموم هو مين؟ هو أقل قيمة فيهم إذا كان بالماينس. فبالنسبة لهنا القيمة اللي هناخدها هي ماينس 4 اللي هي أكبر قيمة فيهم. المية هنا جاهزة عنا، هنا عنا برضو تنتين ماينس 73 وماينس 100، أكيد الماكس هي ماينس 73، هذه عندها واحدة بس هتاخد بس الماينس 14، بعدين هنا هذه ماينس 8 وماينس 24 هتاخد الماينس 8، تمام؟ هو اعتقد حللها بعد هيك. اوكي، هيو نفس الكلام انا حكيته، هاي اول خطوة عملناها. طيب الخطوة اللي بعدها، خلصنا من هذا الليفل كامل، نيجي على الليفل الاعلى منه اللي هو مينيموم، حسب مكتوب هنا بده مينيموم. فاذا البيرنتس اللي هنا بدهم المينيموم من القيم اللي طلعوا معاي في الليفل اللي بعده. فهنا عند 28 وماينس 3 طبعا هتاخد الماينس 3. بالنسبة لهذه عندها كم خيار؟ أربع خيارات اللي هو 100 ماينس 4 70 و12، هو بده المينيمم إذا حتاخد الماينس 4. بالنسبة لهذه طبعا المينيمم برضو بدها إياها من هدول، المينيمم حتكون الماينس 73، وهذا فعلا اللي صار، ملاحظين؟ تمام.
اخر شيء احنا وصلنا هيك للروت اللي هي بدها ماكس، ماكس بين مين؟ بين الثلاث خيارات هدول، ماينس 3 ماينس 4 وماينس 73. اعلى قيمة فيهم هي طبعا الماينس 3. هيك احنا شو فهمنا؟ طبقناها. طيب شو فهمنا؟ شو الان الحل اللي احنا او السوليوشن اللي وصلنا له؟ هيك احنا عرفنا انه اذا الماكس يعني بده يفوز، تمام، بده يمشي باي طريق اللي هي الماينس 3، شايفين حيمشي بالطريق هادي هادي بعدين هادي، تمام، انه هادي طبعا واحد من السوليوشنز اللي ممكن تفوز الماكس، الماكس بلاير، تمام يا جماعة. The best next move for max، يعني أفضل في البداية، في بداية التري أفضل نود أنت تروح تعملها expand أو تعملها زيارة هي النود هذه. كيف عرفت؟ من خلال البحث هذا. قد يا جماعة بعد شوي ممكن تتغير هذه القيم، فتلاقي إن طبعا مع اللعب لما يلعب المن أكيد تتغير القيم هذه، لأنه بصير نسبة الفوز هان وهان ممكن تكون يعني تكتر يعني أو تقل حسب لعبة الأو، فبنلاقي إنه تتغير معانا كمان اللي هي النكست موف، يعني بنقف هنا بيجي دور المينيموم اللي هو اللاعب الثاني. بنفس الطريقة بدنا نقعد إيش ندور على أفضل موف في كل خطوة، تمام يا جماعة. إن شاء الله تكون الأمور هيك وضحت، يعني هيك إحنا اكتشفنا انه هذه افضل موف ممكن نعملها انه حتوصلني للفوز، لكن قد لما انا اوصل هنا الاو يعني يقطع علي الطريق وما خلينيش اكمل هيك، ممكن خليني اروح في مجال تاني خالص، مش مشكله. انا برضو برجع عند كل نود بروح بزورها، برجع بشغل الميني ماكس تري من اول وجديد، وبحاول اشوف شو هي النكست موف لإلي عشان اعملها، تمام يا جماعه. طبعا زي ما انا بشغل الميني ماكس عشان اجيب افضل نود ازورها، برضو اللاعب الثاني في كل مرة بشغلها وبختار ايش الافضل خطوة او افضل نود يروح لها عشان يعمل مينيمايز عشان هو يفوز كمان. ففي كل مرة يا جماعة في كل ليفل حتلاقوا مرة الماكس هو اللي بيشغل ومرة المين هو اللي بيشغل، في النهاية بنطبق الميني ماكس على كل نود من هذه النودز. اوكي يا جماعة، الاكزامبل الثاني ان شاء الله وبعض الملاحظات اللي مشينا عنها حنرجع لها ان شاء الله في المحاضرة الجاية. بعديها نفوت على النوع الثاني من انواع الخوارزميات الخاصة بالجيمز.